اللهم اهدنا فيمن هديت، وآفنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وكنا ربنا شر ما كذيت، فإنك تقضي فلا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما كنيت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.